السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، عدنا معكم في فيديو جديد. اليوم راح ندير التمرين رقم 3 دائما مع حصة المراجعة. راح يكون هذا التمرين مراجعة للسنة الثانية ومقدمة للبكالوريوس. نبدأ مع بعضنا. السؤال الأول قلنا عين A و B و C حتى تكون العبارة تاع f لـ x تساوي AX زائد B زائد C قسمة x زائد واحد. كاين طريقتين، يا نبدأ منهم نوصل لهنا، يا نبدأ منهم نوصل لهنا. الطريقة الأولى نطلق منها نوصل لهنا يسموها التحليل، راح نديرو القسمة الإقليدية، هذا نقسمو على هذا يخرجلنا بالشكل AX زائد B زائد C قسمة، هما يخرجلنا أعداد A و B و C. الطريقة الثانية نطلق منها نوصل لهنا راح ندير المطابقة. هذا الدرس السابع فيه اللي هي المطابقة، نطابق العبارة من هذي ونوصل العبارة الأولى، رغم واحد المقامة هذي. نوصل بعد ما نشرنا نروح واش ندير غادي. اللي فيه x مربع نجبد وحده، اللي فيه x كاينين زوج، اللي ما فيهش x كاينين زوج، هما نجبدهم وحدهم. هذا واحد، هذا مع بعضهم نزل x كاع مشترك، وهذا وحدهم في الاخر. رجع f ل x كالتالي، a مربع في x مربع هي الوحيدة اللي نضرب فيها x مربع، اللي مضروبين في x هما a زائد b، نزل x كاع مشترك يبقى لنا a زائد b، بعدها يبقى لنا b زائد c. نديرو المطابقة، واش نقولو؟ نقولو هذا اللي مضروب في إكس مربع يساوي هذا اللي مضروب في إكس مربع، اللي مضروب في إكس منه هو أ زائد بي، حيت مكانش معناها زيرو، و بي زائد سي موش مضروب في إكس يساوي العدد هذا اللي موش مضروب في الإكس، هي المطابقة نشتغل. واش غنلقى؟ اللي مضروب في إكس مربع هو أ، هنا هو واحد، أو يساوي واحد، و أ زائد بي مضروب في إكس. هنا ما كانش x، هنا a زائد b يساوي زر، خاطر هذي طرف نقفلها صفر في x زائد 3. إذا نقول a من هيه تبدلنا b تساوي ناقص a، عوضوا a باش تساوي تخرجلنا b تساوي ناقص واحد، و لاخرا b زائد c يساوي 3. عوضوا ال b ناقص واحد زائد c تساوي 3، أقول ناقص واحد بي تعطيكم أربعة. إذا ممكن لقيت المجال تاع أ و بي و سي، كيفاه الطريقة؟ نعاودها مع بعضنا. نضربنا المطابقة، واحد المقامات هذي، بعد توحيد المقامات نخليها شكل عبارة، خاطر كون نخليها هكا منقدرش ندير المطابقة. باش ندير المطابقة كاين خطوة مهمة جدا اللي هو نهزو العوامل المشتركة اللي تشابه مع بعضهم في المجهول وفي الأس، كيما إكس مربع وحدو مكانش غيرو، إكس كاين زوج نزيد إكس عوامل مشترك. و بي زائد سي مهمش نضربو بالإكس نخليهم كيما هي. بعد نقولو هذا يساوي هذا، وهذا يساوي هذا، وهذا اللي هنا يساوي هذا، تفقيه؟ هكا لقينا أ و بي و سي. بعدها نقولو تصبح العبارة من الشيء أ إكس زائد بي زائد سي قسمة إكس زائد واحد، نعوضو الأ بواحد، و البي نعوضوها ناقص واحد، و السي نعوضوها بربعة. السؤال الثاني تبع لي حسب النهاية، شحال النهاية عندي الدالة تاعي؟ عندي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، واحدة ناقص نهاية، واحدة عدد نهاية، وناقص واحد زوج، واحدة باقي مكبرة، واحدة باقية، نحسب النهاية عند ناقص نهاية، سواء نستخدم العبارة هاذي ولا العبارة هاذي، كيما نحبها، نخدمو بالعبارة هاذي. ونعوض ناقص منها، ناقص منها زائد واحد نضلنا هنا ناقص منها، عدد على ما نهاية يساوي زر، ناقص منها نقص لها واحد نضلنا ناقص منها، إذا هاي تكون ناقص منها، ناقص منها نزيد لها زر، إذا النتيجة تكون تحت تساوي ناقص منها. التفسير الهندسي ما عندناش تفسير هندسي، ما طلبش عليا التفسير الهندسي. عند زائد منها نفس الشيء، نفس الخطوة تساوي زائد مهم.
باش نحسبوا عند ناقص واحد نديروا جدول الاشاره تاع المقام. المقام تاعي اللي هو اكس ناقص واحد هذا هو اللي هو قيمه ممنوعه اللي هو اكس زائد واحد هذا هو ناقص واحد قيمه ممنوعه ولا نقولوا هذا من هنا يخرج لكم اكس زائد واحد هذا شيء قبل الحل العكس اشاره ار بعد الحل نفس اشاره ار اذا بقيم صغر واحد مثلا صفر ناقص صغر واحد مثلا صفر زائد كما نشوفوا باش نحسبوا النهاية عند ناقص واحد نروحوا نعوضوا بناقص واحد في الدالة تاعنا كيش كنا حابين نحسبوا الصورة ثلاثة راح نخرج لنا صفر واش من صفر قلنا بقيم صغرى في الحالة هذه بنجدد الإشارة تاع المقام خرج لنا صفر ناقص اللي هو جاي في اليسار وعدد أعداء صفر تخرج لنا من النهاية والزايد والناقص تخرج لنا ناقص ونلاحظوا طبعا ما تكتبوش هذا ما تكتبوش هذا اكتبوا ديريكت النتيجة التفصيل الهندسي لهذه النهاية سي ا في قوم مستقيم عمودي وعادته اكس يساوي ناقص واحد هذه ما تقبلش التفصيل الهندسي لانها طاقة مع النهاية وصلنا مع النهاية هذه عندها تفصيل الهندسي لانها طاقة مع عدد وصلنا مع النهاية احسب النهاية الثانية واكيد راح نلقاوها الاكس بس ماشي شرط كما تفهمنا في الدرس تاع النهاية جدا تخرج لنا زي ما هي تخرج لنا 4 اكس بصير زي تساوي زي ما هي التفصيل الهندسي نفسه غير تبدل بجوار اخر بجوار نقص ما هي اخر بجوار زي ما هي سؤال رقم 3 قالنا بين أن منحنى سي ا في قبل مستقيم مقارب موازي لمحور الثلاثيب الطلب تعينه كي نجيب له الرسم واش معناه موازي لمحور الثلاثيب اللي هو هذا معناه راح يجيب مستقيمات عمودية مثلا اكس يساوي 1 اكس يساوي مثلا 2 هذا واش قصده بالسي ا في قبل مستقيم مقارب موازي لمحور الثلاثيب يعني يقبل مستقيم مقارب عمودي اوكي وين راح نجيبه هذا راح نجيبه من التفسير الهندسي للنهاية قلنا النهاية اللي ما عندهاش تفسير هندسي أما النهاية اللي عندها تفسير هندسي اللي هو كله مما سبق عند النهاية تقفل إكس لما إكس يكون ناقص واحد صغرى وكبرى يساوي مرة النهاية بالزايد وبالناقص ناقص واحد بالزايد راح نقول التفصيل الهندسي لهذه النهاية هو أن السي أف يقبل مستقيم مقارب عمودي وبين قوسين موازي محور الترتيب كما قال لي هو وعادلته إكس يساوي ناقص واحد من السؤال رقم 3 نفوتوا السؤال رقم 4 كان بين ان مستقيم دلتا ذو المعادله ايكغيك يساوي اكس ناقص واحد مستقيم مقارب معي كالعاده قالوا سهل جدا يكفي اثبات ان نهايه الفرق تساوي زيرو هذا هو كيف نبرهنوا بلي عندنا مستقيم مقارب معي هذا كيف نبدا المعادله تاعو كما هنا نبدا المعادله تاعو ايكغيك يساوي اكس ناقص واحد ليميت اف لي اكس فنعوض بهذه فنعوض بالاولى عوضنا بهذه الجين اسهل اكس ناقص 1 زائد 4 قسمنا اكس زائد 1 ناقص ايكال اللي هو مدونه اكس ناقص 1 اما اكس على ما لا نهايه اضرب هذا مع هذا قلنا 4 على اكس زائد 1 ويساوي الزر لما اكس تعمل ما لا نهايه قلنا هذه تساوي زيرو تخرج لنا عدد على مر النهايه اذا اثبتنا بلي النهايه الافق تساوي زيرو هنا نصرحوا بالاجابه ومن هو دلتا يجري يساوي اكس ناقص واحد مستقيم مقارب مائل للصفر بعدها قال لي ادرس الوضع النسبي خمسه الوضع النسبي ها قاعدين باش ندرسوا الوضع النسبي ندرسوا اشاره الفرق اللي هو اف لي اكس ناقص اكراي اذا كان اف لي اكس ناقص اكراي موجب فإن الوضع النسبي تاع السي اف راح يكون فوق دلتا إذا كان سالب راح يكون تحت وإذا كان يساوي زيرو راح يكون تفاضل أفضل إكس ناقص إكراي كحسبنا ها هو واش لقينا ربع كحسبنا في زيد واحد تسمى ممكن نعاود نحسبو كسر يساوي زيرو قلنا المقام حالة هاي على بالش الإشارة تاع أسكو موجب ولا لا، نقولو إكس زائد واحد لا يساوي زيرو، وربعة راكم تشوفو فيها جات البسط موجب، إذا إشارتهم إشارة المقام،
نقلو واحد هنا تخرج لنا اكس يساوي قيمة قيمة من العمل قيمة من العمل ناقص واحد. نروح نديرو الجدول تاعها هنا اكس هنا اف لي اكس ناقص اكزاي ومن الوضع انسب ناقص ما هذا قيمة من العمل ناقص واحد اف لي اكس ناقص قلنا اشارته اشارة المقال اللي هو اشارة هذا قبل الحل عكس اشارة هذا بعد الحل نفس اشارة والحل هو القيمة من العمل في حالة هذه. وهنا نكتب السي اف تحت دلتا هنا السي اف فوق دلتا بهذه البساطة ثم نضغط النسبة نقطة التقاطع ما كانش في الحالة هذه يعني قيمة ممنوعة ماهيش نقطة التقاطع. نبوت الجزء الثاني كان بين ان اف فتحة ل x هذه مشتقة اف فتحة ل x تساوي x ناقص واحد نضربها في x زي كذا قسم x زائد واحد كل مرة. هنا كي قلنا بين ان مشتقة عبارة عن جداء في البسط نروحو اول حاجة واش ندير ننشرو منشروش المقال هذا منشروش ننشرو فقط البسط لان ما كانش ما نوصل للحالة هذه. اذا بغيت نوصل اللي راه جداء لازم ندير التحليل. مانا نروح للطريقة السهلة اللي هي الساعة ننشر العبارة هذيك اللي مثال ومن بعد نروح نشتق جداء في x ننشرو x عندنا x مربع زائد 3x بعد نشرو ناقص واحد ناقص x ناقص 3 وهذا ما نشرش في المقال نقول لك كيما راه هذا معناه عندنا 2x وهذا ناقص 3 هاني قلت المشتقة شرط بس أول حاجة ما درت والو بس فقط المشتقة اللي متهيألي نروح لك نجيب الدالة تاعنا نقولوا لدينا نبداو نشتقوا الدالة هذه اكس عبارة عن كسر نشتقوا عبارة عن دالة ناطقة المشتق الأول في الثاني ناخذ المشتق الثاني الأول الثاني مرة الأول هو البسط الثاني هو المقر المشتق الأول هو 2x نضرب في x زائد 1 أنا خاطر نشتقوا x مربع و 2x يمكن نشتقوا 3 زائد إذا نشتقوا هذا نضربوا في هذا ناقص نشتقوا هذا هو 1 نضرب في هذا قسم هذا كل مربع نشتق هذا ما هذا يبدو لنا x مربع زائد 2 x ناقص 3 هنا نبدا المشتقة تاعنا ها هذه نفس هذه المشتقة وهذه هي نفس هذه f فتحة ل x تساوي x ناقص 1 ل x زائد 3 ل x زائد 1 كله السؤال اللي بعده كان عين اتجاه تغير الدالة اف واش جدول تغير هذا جزء سيدا مش فرد سؤال ما ديرش جدول تغير الساعة ديرو اتجاه تغير اللي هو عبارة عن هذا تقول اف من زايد على المجال كذا ناقص على المجال كذا باش نعينو اتجاه تغير نديرو المشتقة تساوي الزيرو باش نعرفو اشارة المشتقة مشتقة تساوي الزيرو كيما راكم تشوفو اللي في المقال موجب اكيد على مجال التعريف اللي فوق عبارة عن جداء لون يساوي الزيرو او الثاني يساوي الزيرو منا يخرج لنا اكس يساوي الواحد ومن يخرج لنا اكس يساوي ناقص 3 اذا اس مجموع الحلول هما 1 ناقص 3 ما يهمش ترتيب هنا ونروحو ندير جدول الاشارة اشارة شكون هي المشتقة اكيد هنا اكس ناقص 3 هنا اكس زائد 1 وهذا راه موجب كل هذا في الجدول مباشرة ندير اف فتحة لاكس لأنه إشارة المشتقة من إشارة البسط في الحالة هاي المقام هو موجب ناقص ما هي زائد ما هي القيمة الممنوعة هي ناقص واحد قادر ندير القيمة الممنوعة للجميع قادر ندير القيمة الممنوعة لإف فتحة برك هذا يعلمو ثلاثة والقيمة الممنوعة هي واحد ناقص واحد إيه ناقص واحد إيش ناقص واحد زائد ثلاثة حلول هما ناقص ثلاثة دي منه وواحد يجي هنا هذا يعلم لي هذا وواحد يعلم لي اكس ناقص واحد وهي زوج يعلمو لي المشتقة اكيد اللي هو اكس زائد 3 قبل الحل عكس اشارة ا بعد الحل نفس اشارة ا
و اكس ناقصات قبل الهلا والهلا عكس اشاره ا بعد هلا نفس اشاره ضربوا اشاره لفت هاي جودة تعادوا في جودة اللي هو اكس زائد 3 ولا جودة اشاره اكس زائد 3 في اكس ناقص 1 ناقص من ناقص زائد ناقص ناقص زائد اذا دلتها عند زائده متناقصه ومتناقصه ومتساويه تعادوا مع بعض انا واشتغلوا تيكون ديري اتجاه التغير ونقول له مشتقة تساوي زيرو. مشتقة تاعنا عبارة عن مقام، شوفوا في عبارة عن دالة ناطقة، شوف المقام تاع عدد موجب ولا عبارة موجبة على وزن تعريفية أكيد، وهذا عبارة عن جداء الأول يساوي زيرو أو الثاني يساوي صفر، نجبد حلول تاع اللي هما واحد ونقص ثلاثة، ونروح نقول له إشارتهم إشارة، البسط ونديرو إشارة كما راكم تشوفوا، كذا الحدود الدرجة الأولى، وين ينعاد ولا قبل ما ينعاد عكس إشارة أ، وبعد الإنعدام نفس إشارة أ. هذا نفس الشيء احتوى كذا حول المدرجة الأولى قبل الهال الأكس إشارة أ بعد الهال نفس الإشارة أ الأول راح نضربه في الإكس اللي هو واحد واحد في هذا وخلاص ما نضرب إشارة أ من F دالة متزايدة على و F دالة متناقصة على واش من مجال زايدة فيه الدالة هذا وهذا النقص من هذا تنقص ثلاثة مروق اتهال من واحد نضمه حتى نزيد من هاد والآخر من ناقص ثلاثة حتى ناقص واحد قيمة من عام اتهال من ناقص ثلاثة الواحد فوتو السؤال اللي بعده ولا قبل ما فوتو السؤال اللي بعده قال ليش أشكل جدول التغيير ما نشكل جدول التغييرات قيمة من عادمة من سباش عندنا ناقص ثلاثة والواحد ثلاثة تطلع ضابط هذا وما تطلع متزايدة متناقصة متناقصة متزايدة ما تصافش عمر الجدول تاعنا خاطر كرهو فارغ عمر النهايات وقيم الحدية عند نقص مهاي احنا لقيناها نقص مهاي وعند نقص واحد لقيناها نقص مهاي هنا لقيناها زيد مهاي وهنا زيد مهاي هنا يا اكتب له اف لناقص ثلاثة و اف لواحد ونخليه يا رب نحسبهم اف لناقص ثلاثة شحال تساوي لقاها ناقص ثلاثة مربع زايد ثلاثة ناقص ناقص 3 زائد 1 خرج 9 9 زائد 3 هو 12 قسمة ناقص يخرج ناقص 6 هلا هنا نفضل نحسبهم لأن كي نرسم الدالة نحتاج نقيم حدية الأولى ناقص 6 والثانية أف لي 1 كيف كيف نحسبها 1 مربع زائد 3 قسمة 1 زائد 1 تخرج لنا 4 على 2 اللي هي 2 هذا تخرج 2 واللي خلاهم أبدو من أفي نقصها صحيح السؤال اللي بعده قلنا اكتب معادلة ماس تي عند نقطة الفاصلة صفر سؤال سهل جدا بدنا إكس زر شحال يساوي اكتب معادلة ماس عندي المشتقة عندي الدالة سؤال ثلاثة قلنا اكتب معادلة ماس عند إكس زر يساوي الصفر معادلة ماس تي إيكغيك تساوي أف فتحة لزيرو في إكس ناقص زيرو زائد أف لي زيرو اللي جبنا الزيرو هذا لهنا قلنا هو إكس زر يساوي الصفر اللي عند الفاصلة زيرو نحسب اف فتحة لزيرو نوضع هنا بزيرو تخرجنا ناقص ثلاثة قسمة واحد اللي هو ناقص ثلاثة نحسب اف لزيرو نوضع في الدالة تاعنا اللي هي اكس مربع زائد ثلاثة قسمة اكس زائد واحد تخرج ثلاثة على واحد اللي هو ثلاثة نعوض هذا بناقص ثلاثة نعوض هذا بثلاثة ونص تخرج ناقص ثلاثة اكس هذا الصفر هذا راح زائد ثلاثة هذه هي معادلة المماس تي بدو السؤال اللي بعده ولا الجزء اللي بعده الجزء رقم ثلاثة مركز التناظر عنده قانونين القانون الأول 2 ألفا ناقص إكس ينتمي إلى الدي إف القانون الثاني إف 2 ألفا ناقص إكس زائد إف إكس يساوي 2 بي ما نشرح قانون الدبل نورمال مو حلينا من السابق اللي هو الدبل ولا هم فاختبار رقم واحد ما كان لها نعاوده نكتبوه فقط نعوضوا الألفا شحال تساوي نروح نحسبوا ولا نتحققوا من القانون الثاني هل هو محقق أم لا وش هو الألفا وش هو البيتا هذه هي الألفا وهذه هي البيتا بعد التعويض راح نكون شيء ناقص 2 ناقص إكس ينتمي إلى الدي إف
ان اف ناقص 2 ناقص اكس زائد اف دي اكس يساوي 2 بيتا اللي هي ناقص 4. نستخدم العبارة تاع اف دي اكس الثانية اللي مدها لي اللي قال لي ظهرها هي اكس ناقص واحد زائد 4 قسمه اكس زائد 1. نستخدم الاولى بعد نورمال. انا جيني اسلب هذا نبدا كيف ندير هذا نحسب الجزء هذا نلقاه يساوي ناقص 4 نقول الطرف يساوي الطرف ولقى ناقص 4 تساوي ناقص 4 كيف كيف. كيف نحسبوا اف ناقص 2 اكس وين كاين اكس هذا وقت هنا نضرب ناقص 2 ناقص اكس ناقص 2 ناقص اكس بعد نكتب ناقص 1 عادي زائد 4 عادي قسمه في بلس اكس نكتب ناقص 2 ناقص اكس وزائد 1 عادي. واش درنا حسبنا اف ناقص 2 اكس وين كاين اكس حطينا في بلاصتو ناقص 2 ناقص اكس كاين اكس هنا وهنا ما شفتوش البلاصتو قلت لهم باللون الاسود زيد اف دي اكس زيد العبارة كيما راه. واش لقاو هادو ساو ساو ناقص 4 اللي مدارش تساوي ناقص 4 تسمو بدا يبسط فيها نورمال اللي تا تساوي ناقص 4 يلقى الطرف ناقص 4 يساوي ناقص 4 هادي هي ناقص اكس يربع اكس وناقص 2 ناقص 1 ناقص 1 اللي بدلنا ناقص 4 زايد قلنا هذا الكسر قسمها زايد هذا الكسر اللي هو 4 قسمه ناقص اكس وناقص 2 زائد 1 بدلنا ناقص 1 زائد 4 قسمه اكس زائد 1 لازم نلقاه يساوي ناقص 4 كما كنتشوف في المقام هذا وهذا عكس اشارتي بعض باش نردهم كيف كيف ولو باش نهض المقامات نضرب هنا في الناقص نضرب هنا في الناقص ترجع هنا ناقص 4 وهذا ننشر الناقص يرجع هيك. اذا باش نحط المقامات فقط ضربنا في الناقص نقوم بها يروح مع هذا تخرجنا ناقص 4 تساوي ناقص 4 اللي هو الطرف الاول يساوي الطرف الثاني ومنه هنا نجاوب ومنه صح اوميغا ناقص 1 ناقص 2 هي مركز صنادل السياق. السؤال اللي بعده قالنا ارسم السؤال رقم 2 في الجزء الثالث قلنا ارسم تي ودلتا وسي اف نبدا نرسم تي ودلتا باش نرسمو مستقيم ولا مستقيمين فنقولو باش نرسمو مستقيم لازم نجدو المسار كيما راه مكتوب هاد الاجابة يساوي اكس ناقص واحد باش نرسموه لازم نديرو جدول المسار هذا هو جدول المسار حطو قيمة الاكس ضدنا ايكغيك انا ديما نحط صفر ولا لا بحط اي قيمة حتى صفر واحد اربعة خمسة ستاعش سبعتاعش يوم الأسئلة ما صفر ولا واحد باش الصفر تزبد القيمة اللي خططت في موعد 30 والواحد جهة هذا الصفر باش نرسمو إذا باش نرسمو مستقيم لازم نديرو نقطتين مصلوبين في بعض كي نعود بصفر من هناك إيكغيك يساوي صفر ناقص واحد يخرجنا إيكغيك يساوي ناقص واحد كي نعوضو بواحد خرجنا واحد ناقص واحد يخرجنا زيرو إذا النقطة الأولى هي صفر ناقص واحد والنقطة الثانية هي واحد زيرو نعينو صفر ناقص واحد صفر ونعطو الدرجة ومن بعد النقطة الثانية هي واحد وصفر تسمى ما طلع ما طلع ونص طويلات هذا هو دلتا باش رسمنا دلتا درنا جد المساعد جبدنا نقطتين وصلنا بيناتهم جا رسمتها دلتا تي نفس الشيء نفس جد المساعد معظمها أوضب الصفر يخرجنا ثلاثة أوضب البعض يخرجنا زيرو إذا النقطة الأولى صفر ثلاثة صفر ثلاثة جهنا والنقطة الثانية واحد زيرو جهنا هي نقطة التقاطع هذا هو التي إذا باش نرسم المستقيمات سهل جدا يكون عندي معادلة تاع نروح ندير جدول المساواة أعوض بنقطتين ولا نعوض فاصلتين يخرج لنا ترتيبتين وتخرج لنا نقطتين اللي هو فاصلة مع الترتيب راه نص بيناتهم وخلاص. وكان فيديو باش نرسمو السي اف باش نرسمو السي اف عندي خطوات واش هما خطوات اول حاجة نشوف اذا كان عندي قيمة ممنوعة ولا لا اذا كان عندي قيمة ممنوعة كما في الحالة هذه نرسم اول حاجة قيمة ممنوعة كيف نرسم قيمة ممنوعة عبارة عن خط عمودي بخطوط متغطية ويمر بفاصلة اللي هي قيمة الممنوعة اللي هي في الحالة هذه ناقص واحد هاي اللي في ناقص واحد نرسم خط عمودي ولا خطوط متقاطعة عنها واش معناها الأمر؟ معناها الدالة ما تفوتش على ناقص واحد هذا
اكس يساوي ناقص واحد. هذه هي قطعة المبنى تاع فيه هذا التمرين. كيكون عندنا قيمة من نوع واحدة هاني نرسمها كيما كيكون عندنا جوج نفس الشيء كيما رسمت لها نرسم الثانية. هذه أول حاجة نرسم قيمة من نوع. قلنا باش نرسموها خطوط متقطعة عمودية صح. بعدها وين راح نفوت؟ نفوتوا لي النقط المميزة. شنو هما النقط المميزة اللي تدار؟ هما جميع النقط اللي عندي منها كيما قيم حدية. عندي قيمة حدية نقط تقاطع مع السي اف مع ديلتا كيما الحالة هذي مكانش نقطة التماس مع المماس عندي في الحالة هذي في قلنا رسم المماس عند الزيرو التماس مع المماس تي لي اكس يساوي زيرو من الدفعة الفاصلة او هي ماشي. وجميع النقط كيما عندي اوميجا اللي هي ناقص واحد نمو ناقص اثنين هي مركز صغار شحال هاي ما رسمهاش نقطة هذي خاطر لو كان نعينها راح تجيني في القيمة ممنوعة ناقص واحد قيمة ممنوعة راح تجيني فيها. وكي نعين هاكا نقطة كاين بعض التلاميذ راح يعتبروا بلي هذه النقطة هذي تجي هنا نمو بلي هذه النقطة هذي راح تفوت عليها الدالة. لا لا كي تكون عندنا قيمة تاع مركز تناظر ولا محور تناظر كاين في القيمة ممنوعة ما نعينوهاش. أما كي ما تكونش عندي قيمة ممنوعة عينها عادي خلاص تفقيد. بالنسبة لنقطة مركز تناظر أو محور تناظر إذا كانت قيمة ممنوعة ما نعينهاش وإذا ما هيش قيمة ممنوعة نروح نعينها نقص هذه ما نعينهاش خاصة تجيب قيمة ممنوعة راح توقعني بكيف. قلنا وش هي النقط المميزة تشمل قيم حدية فيها زيد مركز تناظر إذا كان ماهوش قيمة ممنوعة أكيد نقطة التقاطع مع دلتا تقاطع مع دلتا نقطة التماس مع التي مماس نقطة الانعطاف إذا وجدت نقاط التقاطع مع محور الفواصل ومع محور الثلاثين. مع محور الثلاثين نحسبه اف لزيرو شحال راه نلقاو حسبناها نظام قبيلة لقينا من ثلاثة. إذا هذه هي نقطة التقاطع مع محور الثلاثين مع إيكغي فتحة نقطة التقاطع مع محور الفواصل نحلو اف لإكس يساوي الزيرو باش نجبدو لي زيكس كيفاش يساوي في الحالة هذي مكانش نقاط التقاطع لأنه كما تشوفوا الدالة هنا سالبة ما قطعش محور 30 وهنا مجمع ما قطعش محور فواصل قصدي مش 30 هنا سالبة هنا مجمع ما قطعش بكل على محور الفواصل. نبدأ نرسم النقطة الأولى ها هي ناقص 3 ناقص 6 النقطة الأولى ناقص 3 ناقص 6 منين جبناها؟ جبناها من جدول التغيرات اللي هي قيمة حدية ناقص 3 تجي هنا ونقص 6 وجهة نقص نقطة بيناتهم. هاي النقطة الأولى اللي هي قيمة حدية كما تشوفوا القيمة الحدية ديت هاي باش نعرف الدالة من جهة زايدة بعدها بترجع وفي ناقص نضبطوا القيمة الثانية اللي هي واحد واثنين واحد مع اثنين تجي هنا كما تشوفوا فيها جات قيمة قيمة ولا قيمة حدية صغرى الأولى كبرى الثانية صغرى النقطة الثانية اللي هي نقطة تقاطع مع محور 30 صفر 3 هاي ولا جي اللي هي نفسها نقطة تماس مع المماس تسمى المماس هاي جي وهي راح يصير لها تماس مع الدالة فقط راح تكون نقطة تماس ها الاثنين ونقطة لما تقاطع مع محور الفواصل قلنا ما كانش قيمة حدية ما كانش نقطة تقاطع مع محور ولا مع المستقيم دلتا ما كانش في الحالة هذي نروح نرسم كيما نرسم ونعينو النهاية عندنا ناقص ما نهاية الدالة تاعنا تساوي ناقص ما تجي هنا لتحت وفي اللغة النسبية شفنا السي اف تحت دلتا يعني راح يجي لهنايا الدالة تاعها تكون متزايدة حتى القيمة الحدية الأولى وبعدها تكون متناقصة وين متناقصة حتى ناقص واحد في الإكس وفي الإيكغيك تساوي ناقص ما هي نهاية الدالة. إذا هذا هو ناقص واحد القيمة الممنوعة راح تحط حداها راح يكون مستقيم مقارب حداها هاكي ما تصل نفس الشيء هنا نبدا جي من ناقص واحد هاوليك من ناقص واحد حدا زيد ما هي يعني هنا الفو وتكون دالة تاعنا متناقصة هنا يصير لها تماس وهنا قيمة حدية ما تعاود تطلع ترجع متزايدة لوين
زائد منها نهاية تساوي زائد منها، هاو يكون زائد منها تساوي زائد منها، وتجي فوق دلتا، ودلتا مستقيم مقارب مع تسمى جهرة، جهرة. وهكا رسمنا سي اف، نعاودو مع بعضنا، باش نرسمو منحنى بياني، لازم تكون عندنا أولا نرسمو القيمة الحدية، القيمة الممنوعة إذا وجدت، كيف عبارة عن مستقيم يجي بخطوط متقطعة في الفاصلة اللي راهي قيمة ممنوعة، هذه الأولى. ثانيا نرسم النقط المميزة، شنو هي النقط المميزة؟ قيم الحدية فاصلة ترتيبة، نقطة تقاطع ما معها الفواصل نحلو اف لإكس يساوي زيرو، نقطة تقاطع ما معها الثلاثين باش نجبدها هذه نحسبو اف لزيرو شحال تساوي كيما في الحالة هذه ثلاثة، إذا النقطة هي صفر ثلاثة. النقطة اللي بعدها نجبدوها من نجبدو الوضع النسبي ما عنديش في الوضع النسبي اللي هي التقاطع مع دلتا. نقطة أخرى اللي هي نقطة التماس مع المماس تاعنا اللي هي مدنا الفاصلة اللي هي إكس زيرو يساوي زيرو، هاي تكون فاصلة زيرو، صرفنا تماس، وخلاص. بعدها بالاستعانة بالوضع النسبي وبجزء التغيرات تصل لتلاتة هاي سي إف، كما راكم تشوفوا راهم وصلنا. وهذا السؤال اللي السؤال رقم ثلاثة، مدنا معادلة إف لإكس تساوي إم، وقلنا ام عدد حقيقي لان عين قيم ام حتى تقبل هذه المعادله اللي هي ام اللي تساوي ام، حلين متميزين لا حلين مختلفين، عين واش هي المعادلة؟ هذه هي عبارة عن مناقصة وسطية أفقية باش نعينو لها الحلول، نروحو نرسمو مستقيمات أفقية، وهكذا حلين، حسو على المستقيمات الأفقية اللي يقطعو السي إف مرتين، كيما راكم تشوفو هذه المستقيمات الأفقية اللي هو إف يساوي الترتيبة الأولى اللي هي هنايا اثنين، تقيس إف فرد مرة، نفس الشيء، إم يساوي ناقص ستة. يقطع السي اف مرة واحدة اللي اسمه حل مضاعف في القيمة الحدية، كي يقطع ولا في المناقصة الأفقية، كي نرسمو مستقيم أفقي في القيمة الحدية، غنقولو له حل مضاعف، راهم غير حلين يطلبها لينا حلين، حلين هنايا، هنا حلين، هنا حلين وهي ماشية، وهذا مازال طلع، ديما حلين، تسمى من اثنين وطلع حتى لزايد من هنا، ديما المعادلة تقبل حلين، أيضا لهنا من ناقص ستة وربع، ديما المعادلة تاعي تقبل حلين. أما ما بين 2 إلى ناقص 6 30 معادلة ليس لها حلول، فنقول أم ينتمي إلى 2 زائد ما هي المعادلة كلها، نجدر المجال مباشرة اللي هو هذا وهذا، ناقص ما هي حتى ناقص 6 اتحاد من 2 حتى زائد ما هي المجال هذا، وفي المجال هذا معادلة هذه اف اكس تساوي ام تقبل حلين، لما ام ينتمي الى المجال هذا فان اف اكس تساوي ام تقبل حلين مختلفين. اخر سؤال، بالنسبة لآخر سؤال اللي هو ربع، قالنا أحسن من ساحة الحيز، هذا السؤال على بالي غريب جدا عليكم، الناس اللي عاقت بكالوريا حر ولا ليبر تكمل معي الفيديو أفهمها كيف حلو السؤال هذا، والناس اللي بكالوريا جديدة ولا أول عام ليهم في البكالوريا، السؤال هذا لازمنا ما نقراوش درك، غنقراوه بعد ما نقراو الدوائر الأصلية، نقراو مساحة المساحات، كي تقراو إن شاء الله السؤال هذاك، رجعوا تشوفوا كيف طبقنا لهنايا في هذا القناة، الحين نتوما صايب. كملنا حل ذلك كملنا مراجعة، تقدروا تفوتوا الفيديو اللي بعده، أما الآخرين اللي يعرفوا هذا ولا يعرفوا حساب مساحة الحيز ولا يعرفوا قانون الطاقة يتبعوا معي، لأن أحسب مساحة الحيز على بالكم مساحة الحيز اللي هي أس وش يساوي؟ عندها قانون اللي هو التكامل من أ حتى لبي تاع إف لإكس ناقص إيكغي دي إكس، معناها دي إكس يعني بالنسبة إلى إكس المجهود تاعي هو إكس
وما نضربوها في واحد الطول اي في واحد الطول جي. ما تنساوش هذا في زوج اللي هو واحد الطول اي واحد الطول جي كما راكم تشوفوا في التمرين السابق ولا في التمرين هذا ما عندناش اصلا وحده الطول تما هزيناها واحد في واحد. في تمرين اخر مثلا كما تمرين 5 ان شاء الله اذا حلينا قلنا واحد الطول على محور الفواصل واحد واحد الطول على محور الترتيب 4 اللي هي 4 سنتيمتر يعني النتيجه اللي راح تلقاونا راح نضربوها في 4. اذا واحد الطول هذه مهمه جدا. كنجيو نشوفو مع ا وشوفو مع البي. ال ا هو الصغير هذا العدد الصغير لي زيكس والبي هو العدد الكبير او مربع هذا ناقص واحد ولا اس سي 2 ناقص واحد كي نحسبوها نلقاوها 6 فاصل وهذا عباره عن واحد. اذا البي هذا اللي هو او مربع ناقص واحد وال ا هو واحد. اف لي اكس هاي لكم اف لي اكس العباره اللي مثلنا اللي هو سي اف وي كراك هم مثلنا لانه مستقيم ذو المعادله دلتا. إذا كي بدنا مساحة الحيز نبدا نقصهم بربع حوايج سي اف هذه الأولى دلتا هذا الثاني اكس يساوي الواحد هذا الثالث اكس يساوي اس سي 2 ناقص هذا الرابع. حنا أيضا كي كتبنا القانون كتبنا هنا ا وهنا بي وهنا اف اكس وهنا ايكرا واحد اثنين ثلاثة أربعة فهنا عندنا أربعة و اي و جي هي وحدة الطول. كي نروحو نعوضو في القانون هذا ونطبقو ونشوفو كيف غتخرجو. قبل الساعة كنا نروحو هنا قلنا مثل ولا عين هذه المساحة على التمثيل بين التاو. نروحو نعينو اكس يساوي الواحد نرسمو شحال اللي فات نرسمو اكس يساوي الواحد ها هو جي عمودي هذا هو اكس يساوي الواحد نرسمو اكس يساوي او مربع ناقص واحد اللي هو 6.23 ولا حاجة كيف هكا 1 2 3 4 5 6 نجي نلقاها هنا 0.23 تقريبا تقريبا او مربع ناقص واحد السي اف ديجا بلاصتها ديجا وصل عندي هاي لكم السي اف في المجال هذا وديتها وهاو لكم. اذا مساحة الحيز تاعنا اس ها هذه اللي هي اللي محصرها بين ها محصرها بين اربع الاشياء السي اف هاو السي اف دلتا اكس يساوي الواحد اكس يساوي او مربع ناقص واحد هذه هي اس اللي كان نحسبها. راهو نشوفو تا كيف نحسبو هذا ولا نجيو القانون تاعها ولاحظ انا كنخدموها بكازو ولا كتخرج قيمة تقريبية مرفوضة هذه القيمة تقريبا انا بغيت القيمة المضبوطة اس تساوي تكامل من واحد حتى او مربع ناقص واحد اف لي اكس هي اكس ناقص واحد زائد ربع تسمى اكس زائد واحد ناقص دلتا اللي هو اكس ناقص واحد وهنا يدي اكس نضرب فيه واحد في واحد اللي هو واحد الطول اي و جي كنا ما بدناش اي شحال و جي شحال نزيدهم واحد واحد هذا يروح مع هذا يبدو لنا اس شو يساوي تكامل من واحد مربع ناقص واحد وربعة اسمها اكس زائد واحد دي اكس واحد في مثلا. اذا واش هو الدالة الاصلية ولا واش هي الدالة الاصلية تاع ربعة اسمها اكس زائد واحد هي الدالة على ان ربعة اسمها اكس زائد واحد قد نكتبها 4 نضربها في 1 قسم اكس زائد 1 و 1 هذا هو المشتق تاع اكس زائد 1 4 في اكس زائد 1 فتحة قسم اكس زائد 1 وكاين قانون من القوانين تاع التكامل تاع اي فتحة قسم اي دي اكس يساوي الان قيمة مطلقة لاي زائد سي اكيد يكون تكامل غير محدود. اما كي يكون تكامل محدود في الحالة هذه في حدود ولا حدين هندير بلا شي زايد سي نديرو عايتين باش نعوضو هذين الحدين. اذا القانون عندنا القانون الاول اللي هو اي فتحة قسمة اي كيلقاو اي فتحة قسمة اي التكامل تاعها هو دالة اها. اذا هذا واش عندنا خرجو 4 كعامل مشترك من برا قلنا واحد قسمة اكس زايد واحد دي اكس التكامل تاع واحد قسمة اكس زايد واحد لقينا قانون واش هو وروحو اشتقوا هذا اللي في المقام اذا لقيتو نفس هذا اللي هنا فانه الالان تاع المقام كيما اشتقوا اكس زائد واحد نلقاوه واحد اذا القانون 4 راح عندنا نحيو هذا ونحيو هذا نحطو التكامل تاع هذا اللي هو الان اكس زائد واحد اكيد بالقيمة المطلقة لانه ما بيدخل الالان لازم يكون موجب ونديرو عارضتين باش نعوضو هذا في زوج نكتبو او مربع ناقص واحد هنا ونكتبو الواحد كل مربع ولا اس يساوي 4 دوكا في بلاصة اكس نعوضو بأو ناقص ومن بعد نعوضو بالواحد وبيناتهم نكتبو الناقص نعوضو بأو مربع
ناقص واحد نترجع الوحدة لهنا، ناقص تاع القانون نعوض بالواحد هو الان واحد زائد واحد. بعد ما نحسبو هذا هذا كالتالي اس يساوي ربعة الان ام مربع ناقص الان اثنين اس يساوي ربعة الان ربع اسي عندنا اثنين ناقص الان اثنين اللي حبيت تخلنا منيا ناقص ربعة الان اثنين. إذا ما غلطش حسابات أكيد هكذا تكون التكامل تاع دل هذا. إذا نعاودو مع بعضنا واش درنا، قانون تاع التكامل اللي هو قانون حساب المساحة هو اس يساوي التكامل من أ حتى لبي تاع اف دي اكس ناقص كذا، وهنا ما نساويش دي اكس ونضربها في واحد الطول اي في واحد الطول جي كما قلنا. هنا واحد الطول اي واحد الطول جي ما مدهلناش، حطوها واحد بواحد الا والبي وفيهم هما لي زيكس لي مدهملنا، الاكس الصغير نحطو لتحت والاكس الكبير نحطو لفوق. اف دي اكس ناقص ايكغيك اف دي اكس مدهلنا و ايكغيك يقول لي اذا قال لي دلتا روح جبد دلتا شحال تساوي مدهلنا، فاذا قال لي محور في الوسط نحطو ايكغيك يساوي الصفر لان معادله محور في الوسط ايكغيك يساوي الصفر. بعد التعويض لقينا بلي التكامل اس التكامل تاعنا تاع 4 قسمة اكس زائد 1 4 قسمة اكس زائد 1 من خواص التكامل انه نقدر نهز 4 ونخرجها لبرا العام المشترك تكون ضرب بالصح، والتكامل تاع 1 قسمة اكس زائد 1 معروف اللي هو الدالة على الاكس زائد 1. المهم انتم كيف تلقاو كسر قاو اهل اكس قسمة جي اكس وروحوا اشتقوا هذا اللي هنا في المقال. اذا لقيتو نفسو اهل اكس نقول في الحالة العامة اي فتحة قسمة اي، فإن التكامل تاع الدالة هذه هو الان اي لي اكس الان المقال بصح بالقيمة المطلقة لأنه هو بداخل الان لازم يكون موجب، متساويش القيمة المطلقة مهمة جدا لأنه فرضا خرجنا هنا سال حتقولو نتوما بلي هذا الأمر مفروض هو مش مفروض خاطر بداخل ديرو له قيمة مطلقة. فرضا خرجنا المساحة هذه سالبة فرضا حسبت لقيت ناقص 8 زايد مو مخرجش سالبة سبت اس لقيتها سالبة. هذاك الوقت كي تخرج من السالفة نعرف بلي التمثيل تاعها البياني ولا التمثيل البياني تاعنا جا تحت محور الفواصل مستحيل المساحة تكون بالسالب، نروح نضربها في الناقص فقط نرجع للقانون نضربها هنا في الناقص ولا ندير لها القيمة المطلقة باش ترجع موجبة. كنت راح نديرو الناقص كي تكون المساحة تاعنا خرجت بالسالب النتيجة خرجت بالسالب. واش هي دوك الوحدة؟ الوحدة ما بدناش لهنا واش هي الوحدة، راح نحطوها اس في سيستم انتر. وإذا مدلنا كيما في الكاميرا 5 سنتيمتر نحطوها سنتيمتر مربع هذه وحدة المساحة. كملنا التمرين هذا، انتظرونا في التمرين القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.